خالي قلب خالي وخالي قلب خالي خالي والله ما عليه. فتحي كم في المية؟ نفس والله
100 من 100. ها؟ كم كم؟ 100 من 100. 100 من 100. كويس والله يا فتحي الظافر، شهادة عظيمة. وبعدين يعني احنا حقيقة برضه يعني نحيي الأوركسترا، بس كنت فتح الرحمن، الطيب سليمان، الهادي آدم، عثمان حسن، خالد إبراهيم، غازي حامد، محمود إدريس، موسى سانتينو. نحييكم على العزف الجيد يعني حقيقة، ومصاحبة أخونا فتحي الظافر. وأرجو أن يسير هذا الاسم، ونحن نعتذر لأخواننا في التكينة. أنا سميته فتح الظافر لأنه ظفر بامتيازات حقيقة من صوت الفنان عثمان حسين. وظفر أستاذ جزلي بشهادة من أستاذ عثمان حسين، لأنه سمع عثمان حسين وشهادتنا كلنا ذي الوقت برضو هو. بس يعني أنا عاوز يحفظ الكلمات كلها، كل لحظة لمحة من حياتي أنت فيها، يعني قبل فكرك تحفظها كلها. ودي بالمناسبة يعني هو صوت عثمان حسين وتفرده وأداؤه مسألة صعبة جدا، صعب تقلد عثمان حسين. لما تقول لي زول غني لعثمان حسين بيشيل هم حقيقة، صح. أي فنان من الفنانين يعني، لأنه غناء عثمان حسين من طبقة يعني حقيقة. عثمان حسين كان بيختار اللحن ويتداول فيه عشرات الأشهر والسنوات، يعني مرات أغنيات ما تطلع إلا بعد 3 4 5 سنوات، مش كده؟ كده كلمنا عن أغنية يعني قلبي فاكرك يا أستاذ، يعني وتجربتك معه. يعني قلبي فاكرك تحس بهذا الإيقاع. الزمن ده جات إيقاعات جديدة في السامبا والرومبا والروك أند رول، كلها جات عبر السينما، عبر السينما وكده. هذه الأغنية تحمل في إيقاع وفي تفسيره كثير من الإيقاعات دي. أيوة. عثمان استطاع أن يفتهم هذه الإيقاعات الحديثة الغربية دي ويديها نمط سوداني بطريقة جديدة. نعم. فهذا ما تقوله أغنية قلبي فاكرك، من الإيقاع يعني تحس بأنه عثمان ماشي مع حداثة الأشياء وحداثة الموسيقى في السودان، خرج من الحكاية بتاعت القديمة يعني، وابتعد عاد يفكر في أفكار جديدة وموسيقى جديدة، لأنه بدأ يسمع الموسيقى الغربية والموسيقى ويدخل هذه الأنغام الحديثة في أساليبه في التلحين وفي الموسيقى. نعم. لذلك كانت قبل فكرة يعني لا يستطيع الشخص إلا أن يعني إذا يطرب ويرقص.